السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين، نتمنى تكونوا كاملين بالف خير وعلى خير. اليوم حبيباتي احبائي جبت لكم واحد براوني تشيز كيك كيتوني 100%، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اللي بغى يعرف المقادير وطريقه تحضير هذا براوني تشيز كيك ما عليه الا يدخل الفيديو ديالي ويتابع معايا جميع المراحل والمقادير وطريقه الاعداد، ونتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم حبيباتي. يلا فوتوا معايا الفيديو. شنو عندنا اولا شنو كنحتاجو في المقادير؟ كنحتاجو 4 البيضات، كنحتاج 6 المعالق كبار ديال دقيق اللوز، كنحتاج 4 المعالق كبار ديال السكر المحلى. انا كنستعمل هذا البنات ناقص السعرات الحراريه. كان عندي 60 غرام ديال الزبده، هذه زبده بقريه حيوانيه يعني، واحد المعلقه صغيره ديال الفانيلا السائله، وعندي 4 لي ساشيه ديال الكاكاو بودره، وواحد الخماره، ونص اولا 6 ضامات ديال الشوكولا نوار. انا استعملت هاد الشوكولات كوفي، فيه 70% ديال الكاكاو نوار، مسوس ماشي حلو. عندنا لو بول اللي غادي يكون مدهون طبيعه الحال وفيه الورق ديال الطهي، وعندنا فيلاديلفيا الجبن غادي نستعملو 250 غرام ديال الجبن فيلاديلفيا، واي جبن عندكم. انا عندي متوفر، عندي فيلاديلفيا، عندي هاد طارتيدو، هذا زوين ناتورال بحالو بحال فيلاديلفيا، دونك غادي نكمل به. اما هاد لي بيبات غير او شوا، انا كيعجبني تكون معلكه ديك البراونيز فيها الشوكولاط يعني غالب عليها، الوغ كنزيد لها كنزينها بهاد البيبات ديال الشوكولا نواخ طبيعه الحال، وواحد القبصه نتاع الملحه. يلا فوتوا معايا لطريقه تحضير الكيكه ديالنا او لا البراونيز تشيز كيك. اذا من بعد ما دوبت الزبده مع الشوكولاط غادي نضيف لها الكوبيل او الكاكاو بودره، ماشي الكوبيل، هذا راه الشوكولاط بودره ديال هذا، كيكون شويه مره البنات زوين. الكاكاو ديالي ها موجود، الشوكولا مزيان داب مع الزبده، غادي نخليها جانبا. غادي نخدم البيض، 4 البيضات، بسم الله. انا عندي البيض طري واتقن انه جيد، والا غادي تهرسوه في شيء اخر وتضيفوه حبه حبه باش ما يكونش عندكم خاسر ويضيع لكم كلشي، حبه تضيع لكم البقيه. اذا على بركه الله غادي نزيد واحد القرص ديال الملحه، وغادي نضيف السكر، غادي نضيف واحد المعلقه ديال الفانيلا، الفانيلا السائله، انا كنستعمل هذه البنات مزيونه، ولا بعض المرات كنشري ديك كونسونطري.
الشيكولاتة ديالنا في البيض. هاد الشيكولاتة بالقهوة البنات كتجي رائعة جدا، المذاق ديالها كاين اللي الا ما عندكمش هاد ما لقيتوش هادي زيدوا غير شي معلقة صغيرة ديال نسكافيه، تكون نسكافيه من النوع الجيد. قبيله الدرقاع، الدرقاع حسب الرغبه اللي بغى يديروا يديروا، اللي بغى يزيدوا يزيدوا، اللي مبغاش على خاطره. انا درت واحد الكفنه واحد الحفنه ودوزتها شويه، سخنته في الفران باش قشرته شويه. ما غير حميوه في الفران وصافي، ما ديروش يعني حتى يتحرق يولي مر. غادي نزيد شويه ديال كيبان دو شوكولا. هادي كتستر بها بلوس معلقه، كيدوب وكيبقى هكذاك سائل فيها. غادي نخدم الجبن ديالي. خويت كامل هذيك الطاسه ديال فيلادلفيا، دابا غادي نزيد عليه هاد الطارتيني، نزيد واحد معلقه لان داك فيه 200. غادي نعمل فيه 3 معالق ديال السكر كبارين، جوج باش نعبرها مزيان. انا بغيتو يجيني شويه يعني خفيف، غنزيد له واحد الجغيمه ديال حليب اللوز. نتوما يمكن لكم ديروا فيه اي حليب بغيتو، حنا في الكيتو لا يسمح لنا غير هذا الحليب هذا. اي واحد شويه نتوما، اي واحد الجغيمه صافي باش يجيني شويه جاري. بالنسبه لحليب اللوز البنات هو هذا، كنشريه كيكون في متواجد في الأسواق.
نضيفوا بيضه الا ما عندكمش الحليب ولا ما بغيتوش ديروا الحليب يمكن لكم تضيفوا غير بيضه. انا ما بغيتش نضيف البيض وقلت نضيف حليب اللوز كيعطي فيه واحد المذاق. اذا الان غادي نكبوه على الخليط نتاعنا باش كيجينا طبقات. البنات نتمنى انه يكون كلشي عندكم واضح مزيان، نتمنى ذلك. فوالا مزيان. اذا غادي نكب الخليط ديالي للجبن. بات ديال الاخر ديال القرقاق، ان بتي غابيل بان راه فيها القرقاق وصافي كما صافي. هذا ما كان، والى الفرن. الصحه وهنا. ها هو تشيز كيك ديالنا حبيباتي وجد. اذا الان غادي خليته برد شويه، دابا غادي نجبدو باش نطلقو معكم. هنا نقطعو الى ولا قطع سكون تخليو تيبرد حمار ليا مزيان. بسم الله كيجي البنات معايا لك زوين. نقطعو هكا ريحة الفانيلا البنات. يا سلام، ها هو تشيز كيك ديالنا البنات. غادي نذوقو معكم، غادي نذوقو معكم البنات. اوه كريموسو تشيز كيك كيطوني البنات، معمر بالشوكولا وسميتو بالقرقاع. بسم الله. ما عليكم غير تجربوه، رائع رائع رائع. شوفوا البنات داك الشوكولا كيبقى كريمي سائله، وهذا بدون دقيق، وهذا تشيز كيك براونيز كيتوني 100%. كنتمنى انكم تجربوه، راه رائع في المذاق. اما هذا الجبن ما غاديش نقول لكم البنات، غزال 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 غزال. ما شبعتش منه. ولا هنا نقول لكم احبائي حبيباتي، مع السلامة. ما تنساوش جميع المقادير في صندوق الوصف، تلقاوها موجودين في الأسفل. ما عليكم غير لا ديروا طليلة تماياك، وما تنساوش لي لايك لي لايك لي لايك. واللي أول مرة كيدخل القناة ديالنا نتمنى أنه يتأبونا معنا، وغادي نكون عند حسن الظن ديالو. أهلا وسهلا به بكم جميعا أحبائي حبيباتي. واللي بغيت نقول لكم بان رابط الفيديو تلقاوه حتى هو في صندوق الوصف، يمكن لكم تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وكيف القاعده مع اللي عزيز عليكم العائله. الى هنا نكون نهايه الفيديو نتاع اليوم، اللي عباره عن تشيز كيك براونيز تشيز كيك كيتوني خالي من الكربوهيدرات، وخاص بالناس ديال الكيتو والحميات وداء السكري واللو كارب، لان ما فيهش الدقيق. ونتمنى ان هنا الاعجاب ديالكم. ولا هنا نقول لكم قبلة كبيرة للجميع، ومع السلامة.